تعمد وكالة التنمية الفلاحية إلى تسهيل ولوج هذه المنتجات إلى قنوات التوزيع المنظمة على الصعيد الوطني عبر توقيع اتفاقية شراكة مع الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة. تضمن هذه الاتفاقيات تسهيل ولوج المنتجات المجالية إلى المتاجر الكبرى والمتوسطة، تحسين مدخول صغار المنتجين، المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً في المناطق النائية. ما هي شروط ولوج هذه الأسواق؟ التوفر على شهادة السلامة الصحية، قدرة الإنتاج تواكب متطلبات السوق، جودة المنتوج، نوعية التلفيف والتعليب. المعاملات التجارية بين التعاونية وهذه الأسواق التجارية تتم عبر عقد لقاءات عمل وتوقيع عقود تجارية بتأطير من وكالة التنمية الفلاحية. ملف التسجيل يتكون من شهادة السلامة الصحية، محضر الجمع العام ولائحة الأعضاء، القانون الأساسي للتعاونية، لائحة المنتجات، بيان التعريف البنكي، شهادة التعريف الموحد، شهادة التعريف الجبائي، الرمز الشريطي للمنتجات. التعاونية المسجلة تستفيد من الإعفاء من رسوم الدخول والتسجيل، وكذا حملات إعلامية وترويجية منظمة من طرف وكالة التنمية الفلاحية على مستوى نقاط البيع.